النهر لا يشرب ماءه، البحر لا يأكل سمكه، الأشجار لا تأكل ثمارها، الشمس لا تشرق لذاتها، الزهرة لا تعبق لنفسها، وذات الضرع لا تشرب لبنها. خلقت الأشياء لتخدم غيرها، وهذه حكمة الله ورسالته لنا، لنعش لبعضنا البعض، لنكن عونا لبعضنا البعض، ولنسعى دائما في الخير لمن حولنا. والله يحفظكم ويحفظ غيركم.